اعربت وزاره الخارجيه عن ترحيب مملكه البحرين بالبيان المشترك الصادر عن جمهوريه مصر العربيه ودوله قطر والولايات المتحده الامريكيه بشان الوضع في قطاع غزه وتؤكد وزاره الخارجيه موقف مملكه البحرين الثابت والمؤيد لكافه الجهود الهادفه الى التوصل للوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزه، وحمايه المدنيين واطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والاسراع في ايصال المساعدات الانسانيه لاهالي القطاع دون عوائق، والدفع بجهود احلال السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط، واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله ذات السياده وعاصمتها القدس الشرقيه. ويدعو البيان الى وضع حد بصوره فوريه للمعاناه المستمره لسكان قطاع غزه وللرهائن وعائلاتهم وضروره التوصل الى وقف لاطلاق النار وابرام اتفاق بشان الافراج عن الرهائن والمعتقلين